السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، عايزاكي تحطي لي لايك للفيديو ده، ولو لسه اول مرة بتشوفيني ومش مشتركة معايا في القناة تنوريني بالاشتراك من علامة اشتراك تحت باللون الاحمر، وكمان فعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد وتشوفيني على طول. النهاردة كده بإذن الله هعمل معاكم روتين كده خفيف وهيعجبكم ان شاء الله. بس اول حاجة حبيت أبدأ بيها طبعا هو الفطار، لان انا ما كنتش فطرت الروتين ده بتاع امبارح بتاع ليلة راس السنة يعني. فهعمل كده معاكم روتين في غرفة النوم، وكمان تنسيق كده بسيط خالص، وبعد كده هاخدكم وننزل نشوف بقى الأجواء كانت عاملة عندنا ازاي هنا في مصر، وكمان جايبه لكم الاجواء في بلاد تانية زي المانيا. صديقه ليا بعتت لي هناك الاجواء كانت عندهم عامله ازاي، فهتشوفوا كل ده معايا في اخر الفيديو. اول حاجه بس عملتها ان انا حطيت كده فنجان قهوه في المكنه دي، قلت يتعمل عبال ما اعمل الساندوتش ده كده خفيف وسريع، انا مش جعانه قوي يعني. فاكتفيت كده بالساندوتش ده جنب فنجان القهوه، وده كده هيبقى الفطار بتاعي، وكمان هقطع جنبه تفاحيه وكده هيبقى زي الفل بالنسبه لي. علشان بقى نشوف ورايا ايه عندي. بصوا بقى اوضه النوم انا مش قادره احكي لكم هي فيها ايه، انتوا هتشوفوا وهتتصدموا دلوقتي. هي تقريبا بقت غرفه تغيير ملابس مش غرفه نوم يعني. بصوا السرير هتلاقوا عليه كل هدوم، ويعني الدنيا جميله قوي في اوضه النوم هتشوفوا انتوا دلوقتي. عاوزاكم بقى تقولوا لي كمان انتوا قضيتوا اليوم ازاي امبارح بتاعكم يعني، لان انا عارفه ان في ناس كتير ما نزلتش، وانا ما كنتش نازله عشان احتفل، انا كنت نازله علشان انا كنت من زمان يعني بقول لجوزي يخرجني وكده، وقال لي يوم الجمعه لما يجي يوم الجمعه علشان ده يوم اجازته، فهو يوم الجمعه ده مصادف يوم راس السنه، عشان بس ما فيش ناس بتقول لي انت نازله تحتفلي براس السنه والكلام ده. انا عادي كنت نازله خارجه خروجه عاديه ما فيش اي حاجه، تمام؟ فعايزاكم انتوا كمان برضو تقولوا لي قضيتوا اليوم ازاي. الناس بقى اللي عملت الكيكات والكيكه اللي انا كنت منزلها، ناس كتير قالت لي هنعملها، ومستنياكم بقى تبعتوا لي الصور علشان انزلها معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله. بصوا بقى المنظر هنا كان عامل ازاي، يعني الاوضه كانت بشعه، فكانت لازم تتعمل قبل ما انزل، لان كان عليها هدوم كتير جدا، وانا كمان كنت نازله قبلها بيوم برضو. ف انا كده لما بطلع هدوم علشان مثلا نازله او حاجه ممكن اطلع الدولاب كله، بعد كده بقى ببقى واختار من على السرير، يعني متبقاش في حاجه معينه في دماغي. فهبدا بقى كده هشيل الهدوم من على السرير. بصوا ما حبيتش الم الكلام ده وقبل ما اطلع والكلام ده، انا بحب الحاجه كلها تبقى طبيعيه يعني على طبيعتها، فعشان كده حبيت اوريكم الاوضه كانت عامله ازاي وهتبقى عامله ازاي، علشان طبعا تاخدوا باور كده وتتنشطوا، ولو في حاجه عندك محتاجه تتعمل طبعا بعد ما تخلصي الفيديو ده على طول تقومي تعمليها. اول حاجه جبتها اللي هي الشماعه بتاعه البناطيل دي، علقت عليها البناطيل بتنفع جدا، بس المشكله بقى ان هي بتتقل قوي كده يعني، علشان طبعا البناطيل كلها جينز فبتوزن يعني على الشماعه، فمحتاجه اجيب واحده كمان قصادها، لان دي يعني كتر خيرها بحط دلوقتي على كل واحده اتنين. وبعد كده بقى بشيل كل حاجه محتاجه تتعلق بحطها مكانها، والحاجه اللي محتاجه مثلا تروح في الباسكت بتاع الغسيل برضو بحطها مكانها. المهم يعني ان انا اول حاجه بدات بيها ان انا الم الحاجه اللي على السرير دي كانت الاولويه بالنسبه لي، لان هو بالنسبه لي الاوضه الهدوم اللي كانت على السرير ما كانش فيها اي حاجه تانية، ولا الارض فيها حاجه، مفيش بس غير الكومودينو التاني ده هو اللي متبهدل برضو شويه، انما باقي الاوضه كلها كانت عباره ان الحاجه فوق السرير زي ما انتم شايفين. بصوا والشنط وكل حاجه ممكن تتخيلوها هي كانت على السرير. عايزه اقول لكم ان يعني الفرش اللي انا فرشاه ده بتاع السرير اللي هو المفرش القطيفه اللي هو الشتوي ده لما كنت مغيره معاكم في الفيديو اللي فات، من ساعتها هو ما يعني ما شلتهوش ولا استخدمته حتى، فهشيله بس هقويه شويه بعد كده هطبقه وارجعه مكانه تاني في الدولاب. هنا بقى جبت كده الشماعه بتاعت برضو اللي هي الطرح دي، حطيت فيها الطرح علشان كان عندي برضو طرح تانية بره وكده، فحطيتها فيها وهدخلها الدولاب. وهنا برضو الشنط بحطها برضو في الدولاب، يعني كل حاجة بدخلها مكانها. عايزة بقى اقول لكم على الفيديو اللي فات، يعني فرحتوني جدا وان انتوا عجبكم المطبخ كده وعجبتكم الحاجة، وبرضو في ناس كتير قالت لي ان هي معايا في الرأي ان انا اجيب ستاند تاني واحط الاتنين فوق بعض، يعني هيكون شكله حلو وكمان هيوفر مساحة، وعلشان الطقم اللي هو الاسود بتاع التوابل ده يبان. فانا فعلا هعمل كده، هجيب الستاند الكبير واحط الاتنين فوق بعض علشان يوفر معايا مساحة، وكمان الطقم الاسود ده الشكل بتاعه يبان. بصوا بقى كان في حاجة تانية عايزة اخد رأيكم فيها، وهي الفرن اللي هو عندي على الرخامة ده، كانت في كذا متابعة عندي كانوا مقترحين عليا ان انا اعمله
ستاند كده فورجيه فوق البوتاجاز، تمام، وهحط فيه الفرن. فبرضو محتاجة رأيكم تقولولي هيبقى عملي ولا لأ، يعني لو حد عمل الفكرة دي، لأن أنا يعني هو الشكل مش هيبقى وحش، مش هيبقى بايخ، بس الفكرة بقى هيبقى عملي في الاستخدام ولا لأ. يعني لو حد عمل كده يقولي تحت في الكومنتات، ويقولي رأيه برضو إن الفرن يعني يبقى فوق البوتاجاز كده متعلق، ده حاجة حلوة ولا لأ، عشان أنا صراحة خايفة أخد الخطوة دي وبعد كده أرجع أندم تاني. أولا هيكسر في السيراميك وهيكلف طبعا، علشان الستاند ده بيكون حديد اللي هو الفرجيه ده، فبيكون مكلف شوية. فبرضه مستنية رأيكم تحت في الكومنتات، قولولي أعمل كده ولا لأ، لأن أنا محتاجة المساحة اللي هي بتاعت الرخامة دي كلها. بصوا بقى، دخلت هنا بعد ما شلت كل حاجة على السرير، بعد كده مسكت الشباك، يعني شلت من عليه التراب اللي كان عليه وكده، وفتحت الأوضة طبعا، هويتها ومسحت بقى السرير الظهر بتاعه ده من فوق، وكمان الاتنين قبليك دول، ونفضت السرير. وبعد كده بفرش بقى الملاية اللي انا طلعتها دي. بصوا بقى الملاية دي تحفة جدا، لونها احمر كده، والاحمر بتاعها احلى من ده، يعني مش عارفة هي طالعة كده في الصورة ليه، هي لونها احلى من كده، الاحمر بتاعها حلو قوي. دي كان اسمها ملاية ملكي، علشان الرسومات اللي فيها كده بالجولد، دي خيوط برضو بالجولد كده، معرفش كان ساعتها اسمها ايه، مش فاكرة الاسم. وفيها كده الكنار اللي هو الجوبير، هو مش جوبير، هو خامة كده مختلفة، مش عارفة اسمها ايه، بس هي شكلها حلو قوي، هتشوفوها في الاخر لما اخلص السرير. هنا بقى كده جبت المفرش اللي هو الستان ده، انا عارفة طبعا ان احنا في شتا، بس انا الحاجات اللي عندي الشتوي مش هتبقى ماتشنج قوي مع الملاية، فحطيت كده المفرش. وكده كده لما نيجي ننام هبقى استغطى بالبطانية او اطلع اللحاف، يعني هحط البطانية او اللحاف مش هتفرق. هنا بقى كنت بوريكم يعني المفرش الستان ده ممكن يتعمل بكذا طريقة، ممكن يتحط كده على اخر السرير الطرف، وده اللي انا هستقر عليه، وممكن يتحط كده كشريط من بعد الاتنين خدادية دول، يعني يتحط بكذا طريقة، ده الوضع اللي انا هستقر عليه. بس برضو هوريكم الوضع التاني هيبقى عامل ازاي، اللي هو الشريط. حسيت ان هو اكتر حاجة ماشية مع الملاية اللي هو المفرش الستان ده، كنت هحط كده مفرش جري، بس برضو ما حسيتوش، حسيته قافلها قوي كده مش منطقة، فحطيت اللي هو الستان ده. يعني بصوا احنا بنعمل تنسيقات بالحاجات اللي موجودة، يعني مش بنشتري حاجة مخصوص عشان نعمل بيها، فالموجود بقى انا بستخدمه يعني عادي، سواء صيفي بقى شتوي، كده كده مش دي يعني مش دي اللي انا هنام عليها، انا هنام على حاجة تانية. بصوا بقى هنا كده جبت الكيس اللي هو بتاع الورد المجفف ده اللي انا كنت جايباه معاكم من ايكيا، وجبت كمان الصينية النحاس دي، خدت نص الكيس. وبعد كده جبت الشمع اللي هو الصغير ده اللي هو بريحة التوت، حطيت كده 5 وحدات في الصينية، وبعد كده حطيت واحدة في النص، بس هشيل اللي في النص دي وهحط مكانها زرع من بتوع ايكيا، وحطيت في الاتنين برضو اللي هم الصغيرين الشمعدان دول، حطيت فيهم 2 عشان احطهم على الكومودينو. جيت بقى هنا كده مسحت الكومودينو كويس قوي، وبعد كده هرجع عليه المفرش الجلد اللي انا كنت حاطاه، وهحط عليه الحرف اللي هو الايه بتاعي ده، وهحط عليه كمان شمعة. بصوا هو التنسيق يعني ما فيهوش اي افتكاسة، هو حاجة بسيطة خالص كده، يعني بالحاجات اللي موجودة عندي انا عملت بيها تنسيق بسيط خالص، والالوان كمان يعني كانت حلوة. وزي ما انتوا شفتوا معايا كده ان المراية اللي هي البرواز عندي البيضة دي مش موجودة، لان انا نزلتها تترش تحت مع الترابيزة برضو، فهحط دلوقتي مكانها برواز تاني. جبت البرواز اللي هو الكبير ده اللي هو مقاس 30 في 40، وجبت كده صورة انا بوريكم، بس هنا مش دي الصورة اللي انا هحطها، بس انا بوريكم ان المقاس بتاعها دي كده كانت اول واحدة طلعتها من الفخ الكبير ده. المشكلة بقى ان هي مش جاية صور كده متقطعة المقاس اللي انا عايزاه، هو جاي الفخ كل برواز مقاس 30 في 40، بس جايين كلهم مع بعض في رول واحد، فطبعا يعني الاحسن ان هم كانوا اتطبعوا كله صورة لوحدها، بس هي المطبعة بعتتهم كده، وكمان بعتتهم الطباعة بتاعتهم اللي هي الفينيل دي، هي مكلفة طبعا اكتر من الورق، وكمان هي مكلفة لان هي فيها كده لزقة من ورا بتتشال، وبتلزقي الصورة كلها على البرواز. طبعا هم عاملين الكلام ده للناس اللي هي عندها البراويز مش زي كده، للناس اللي هي بتلزق ذات نفسها على القطعة اللي هي من ورا اللي هو بيبقى الفوتو فوم ده او الفوتو هول، مش متذكرة اسمه بالظبط، فبتلزق عليه، بيكون ده بالنسبة لها مناسب اكتر يعني. انما هنا انا عشان عندي ظهري برواز، فالمفروض يعني ما كانتش الطبعة كده، ومش ده اللي انا طالباه، يعني انا كنت طالبة صور عادية بس هي جاتلي كده. المهم بقى هنا كده بوريكم بعد ما ركبتها، اول حاجة
الوش اللي هو بتاع البرواز ده كده شفاف، فكان بيبقى عليه طبقة حماية من الجنبين، فشلتهم الأول وبعد كده ببدأ بقى بحط الصورة. هي المفروض كمان محتاجة تتصغر عن كده شوية علشان تيجي على مقاس البرواز بالظبط. وبصوا بقى اللزق بتاع الظهر ده، انا لو ما كنتش شلته كنت هبقى حاسة ان البرواز كده، ان الصورة يعني زي فيها مبرومة شوية مش مفرودة في البرواز، فعشان كده كان لازم اشيلها. انا مش عارفة بقى لما تيجي بعد كده اغير الصورة هتفضل لازقة في الجزء ده ولا هتطلع، يعني هجرب برضو. بشيل بقى هنا كده الزيادات بالمقص، حاولت ابني الزيادة لجوه كده على الجزء اللي هو الابلكاج ده بتاع البرواز، فما اتنتش، فهضطر ان انا اقصها او هدخلها كده يعني بالعافية شوية في البرواز، الجزء اللي هو في الجنب ده فاللي فاضل فيه حاجة بسيطة قوي، فهدخلها في البرواز. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده ركبت الصورة، وهنا بقى زي الكليبسات الصغيرة دي خالص برجعها مكانها تاني، وكده بيبقى البرواز جاهز. بصوا شكله شيك قوي، عجبني الصراحة. هو محتاج يتعدل بس فعدلته، شكله عجبني الصراحة. دي البراويز بتاعت بره، بس انا ما حبيتش ان انا بقى الجزء ده يبقى فاضي، لان حسيت ان الاتنين قبليج لوحدهم مش عاملين شكل، فحطيت البرواز ده كده مؤقتا عبال ما اجيب بقى البراويز بتاعت الاوضة، لان انا هضير الاوضة لسه، وبرضه مستنيه يوم يكون جوزي اجازه فيه علشان اغير الاوضه، فساعتها بقى هروح جايه حاطه البراويز اللي انا كنت جايباها للاوضه هنا على الجدار اللي انا هغير فيه السرير. بصوا بقى هنا كده الشمع بقى اللي في الصينيه ده كده ولعته برضو كله، هتشوفوا بقى الشكل في الاخر. هو عملت حاجه بسيطه خالص، ان انا حطيت ورد مجفف وحطيت معاه الشمع ده والورده الصغيره بتاعت ايكيا اللي في النص دي، وكنت هحط اللي هي فيها سنابل بس حسيت ان هي تبقى كبيره قوي على السرير. وده كده شكل الاوضه في الاخر خالص بعد ما خلصت. وكمان رجعت الستاره اللي هي الجريل اللي انا كنت شايلاها دي، وشايفين بقى البرواز كده عطى شكل حلو قوي. ودي هنا كده الملايه اهي شكلها حلو جدا، بس هو كانت محتاجه طبعا 2 كوشن تانيين قدامها كده وواحده في النص، بس ان شاء الله برضو لما انزل المنشيه تاني هبقى اجيب قماش وافصل كوشن للسرير يعني، وكده للتنسيقات بعد كده اللي هنعملها مع بعض. ودي كده هنا الصينيه اهي، وده شكل المفرش كده. حبيت شكله يعني بالوضع ده كده اكتر من انه هو استريت على السرير، وكمان عامل برضو جو كده مع الصينيه فحبيت شكله. عايزه اقول لكم بقى ريحه الشمع كانت قلب الاوضه، كانت ريحتها حلوه جدا، هي والورد المجفف عاملين كده جو كده وريحه حلوه قوي في الاوضه، يعني ما احتجتش ان انا ارش معطر. طبعا انا كملت الاوضه مع نفسي، كنستها وكمان عملت السراحه ومسحتها ولمعت المرايات، ظبطت الاوضه يعني كده مع نفسي قبل طبعا ما البس وانزل، عشان هتشوفوا بقى دلوقتي كده لما هننزل هنروح فين، وهتتفاجئوا بقى بالناس بكم الناس بره. يعني انا ما كنتش مستوعبه ان الكم ده كله كده من الناس موجودين في الشوارع ونازلين يحتفلوا والكلام ده كله، اتفاجئت الصراحه زي ما انتوا كمان هتتفاجئوا دلوقتي. بصوا بقى هنا خلاص خلصت بقى كده، وهطفي الشمع ده طبعا، انا كنت مولعاه علشان بوريه لكم، اكيد هطفي الشمع ده مش هسيبه وانزل شغال. بصوا بقى انا هنا كده كنت في جرين بلازا، قلت طبعا يعني هي ممكن تكون هاديه شويه عن الاماكن التانية اللي هي على البحر وكده، بس انا رحت اتفاجئت طبعا بكم الناس اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، في ناس كتير جدا 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 كانوا موجودين. يعني انا كنت مفكره ان هو المكان هيبقى هادي شويه عن الاماكن اللي هي بره على البحر وكده. بصوا بقى هوريكم دلوقتي الديكورات بتاعت الاحتفال بتاع راس السنه عامله ازاي، وكانت اول حاجه هم عاملينها الجزء اللي هو بتاع 2022، وبعد كده عاملين الجزء ده كده كله عباره عن ستاير نور كده، وفي شجر صغير اخضر، والعلب اللي هي بتاعت الهدايا دي كده زي ما انتم شايفين. ده كده في المدخل الاولاني اللي هو ناحيه الجراج بتاع العربيات والستاربكس والمحلات اللي هي في الاول دي. ده كده المدخل التاني، كانوا بقى برضو مزينين الشجر وكمان عاملين كده زي بصوا البلالين الكتير دي كانوا عاملينها كده بالشكل ده، ودي بقى اتفتحت لما الساعة جت 12، وهتشوفوها معايا في الاخر. انا جيت برضو اوريها لكم كده وهي بتتفتح، بس يعني من كتر الناس انا مكنتش عارفة اعدي اصور لكم شكلها كان عامل ازاي لما البلالين دي نزلت كده من فوق. بصوا بقى هم عاملين في كل حته ديكور، وصراحه كان شكله حلو يعني، وكان شكله شيك، عجبني قوي الديكورات اللي هم عاملينها دي، حاجات كده بسيطه ورقيقه. وشايفين طبعا ده اللي انا كنت بكلمكم فيه، كم الناس يعني كان كتير جدا جدا جدا، انا ما كنتش متوقعه الكم ده كله يبقى موجود هنا زي ما انا قلت لكم.
انا قلت يعني المكان هيبقى هادي شوية عن بره. هسيبكم بقى كده في جولة سريعة، الناس اللي كانت طبعا نفسها تنزل امبارح ومعرفتش تنزل، هسيبكم كده جولة سريعة برضو تشوفوا كانت الاجواء عاملة ازاي، وبرضو هرجع في اجزاء هقابلكم عليها في الفيديو. هو زي بره بقى. هنا كانت الساعة جت 12، وهنا كانت 12 هي دقيقتين بالظبط، تمام، بس الناس كلها كانت بتجري وما كانش في مكان خالص لحد يقف. بصوا بقى كل الناس اللي كانت في موجودة في المكان كله، ويعني متقسمين كده في اماكن مختلفة، في الاماكن اللي هي كان فيها الديكورات والاماكن بتاعت التصوير كلهم في الوقت ده اتجمعوا هنا في المكان بقى اللي كان فيه اللي هو الالعاب اللي هي النارية دي، وكمان المكان اللي كان بيجري منه الجمال. تمام، ده كده اول حاجه هنا كان ده الاحتفال اللي كان في مصر، او ده الاحتفال اللي انا شفته. هنا بقى كده في المانيا بقى، بس من كذا مكان في المانيا، وكمان دلوقتي في نمسا وفي اماكن مختلفه يعني في المانيا. ده كده اول برضو احتفال معايا في المانيا، وتاني برضو مكان كان في المانيا. بص بقى عندهم الالعاب هناك مختلفه خالص، يعني كلها كده في نفس الوقت ومن كذا مكان، مش لعبة واحدة كله ممنوع عليها. بص برضو هنا الأجواء أنا بقى كده هسيبكم تكملوا الأجواء بتاعة الاحتفال، وده كان يوم امبارح حبيت أشاركه معاكم برضو. وكده الفيديو بتاعي النهاردة هيكون خلص، وهستنيكم بقى تقولولي رأيكم في الفيديو ده تحت في الكومنتات، ولو لسه محطيتيش لايك متنسيش تحطيلي لايك للفيديو ده، واستنوني الفيديو الجاي. أشوفكم في فيديو جديد، أشوفكم على خير، مع السلامة. Yeah. Hey.